موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة. شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات. كما شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار اطلاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية، وفي إطار دوره الاجتماعي في المساهمة في تكريم أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين. وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والجهات المعنية لتيسير الرعاية والدعم لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين في مختلف النواحي. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بكل من محافظتي الوادي الجديد وبورسعيد بكافة أجهزتهما التنفيذية. بدأ التدريب المشترك بعرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات في بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد محافظتي الوادي الجديد وبورسعيد والمحافظات المجاورة طبقا للتنسيقات المتفق عليها. كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة. واختتم المشروعان بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية. شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالية. أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالدولة، مشددا على أن مشاركة الوزارة في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة المركبات الكهربائية وزيادة التكامل والتعاون مع القطاع الخاص. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادات الثانوية العامة. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أتقدم للقطاع الطبي في مصر، أطباء وأطقم تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. مصر عليها منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها
والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف، في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية، أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل، بخاصة في مجالي التمريض والطوارئ والرعاية العاجلة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور، وعامي 2021 و2022 للإناث، بحد أدنى 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%. مدة الدراسة بالمعاهد عامان، يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة معاون أمن ثالث، يترقى بعدها في الدرجات المختلفة. الطالب يقضي 3 أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة، وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس حتى الخميس الموافق 8 سبتمبر بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استفائها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 أغسطس حتى الأحد 11 سبتمبر بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر. استقبلت الهيئة العربية للتصنيع الدفعة الرابعة من الدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للأسبوع الثاني على التوالي وعلى مدار عدة أسابيع. أجرى الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع حوارا مع اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة حول تاريخ تأسيس الهيئة وقدراتها التصنيعية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع وأكاديمية التدريب وعدد من وحداتها الإنتاجية. يحل فريق سيراميكا كيلوباترا ضيفا على نظيره سموحة في 6:30 مساء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بينما يواجه إسترن كامباني نظيره إنبي على ملعب بيترسبورت. كما يلتقي المصري البورسعيدي فريق طلائع الجيش في 9 مساء على استاد برج العرب.